اهلي انت شايف؟ طبعا النادي الاهلي وجمهوره من الحاجات اللي انا بعتز بيها طول عمري. اتربيت في النادي الاهلي من وانا عندي 6 سنين مرارا بكل الفئات السنيه لحد ما وصلت فريق اول. فالنادي الاهلي طبعا وجمهوره ليه معزه خاصه يعني في قلبي جدا يعني. أكيد. طب فين شهاب دلوقتي؟ ليه بعدت شوية عن المشهد وعن كرة القدم؟ لا انا سافرت السعوديه في 2018 وقعدت هناك 3 سنين. انت عارف، يمكن انت عاشرتني، انا من طبعا. النوع اللي قليل جدا في الظهور ايوه الاعلامي، بالظبط. لان انا من النوع اللي ببقى صريح زياده عن اللزوم، ايوه فانت عارف يعني. فالصراحة ساعات بتزعل. فبحاول ان انا يعني على قد ما بقدر يعني اتماشى مع الموضوع شويه يعني. بتشوط في الكلام انت زي الملعب. ها مش قوي مش قوي تمام. طيب اخر محطة هي كانت في السعودية، في السعودية. بعد كده بقى دلوقتي ما فيش حاجة. ربنا يكرم ان شاء الله السنة الجديدة، ان شاء الله. فمستني طبعا. انت عارف ان السيزون خلص هناك، بالظبط. فلسه بداية السيزون هناك بتبقى كمان 3 شهور او شهرين بالظبط، كويس. فربنا يكرم ان شاء الله بإذن الله يا كده. رب ان شاء الله يا رب يا موفق. حبيبي. لكن ليك مسيرة مميزة مع النادي الاهلي في نفس الوقت، والجمهور الاهلي مرتبط بيك، ودي واحدة يا شهاب، وكمان ده جول الاتحاد الليبي. قول لي الفترة اللي عشتها جوه النادي الاهلي، ابرز المحطات بالتحديد جوه النادي الاهلي بالنسبة لك كانت انهي؟ لا بص، كل ايامي زي ما بقول لك، يمكن كل ايامي في النادي الاهلي من بالنسبه لي مهمه جدا. من وانا صغير لحد ناشئين شباب فريق اول. طبعا في الفتره بتاعت فريق الاول دي اصلا كان صعب جدا حد من قطاع الناشئين يطلع فريق صح اول. صح يمكن انا حكيت الموقف ان انا طلعت بيه فريق اول صدفه اللي هو يعني، كان ايه؟ اللي هو انا كنت مع، كان الفريق الاول فيه لعيبه في المنتخب، كان ساعتها مستر مانويل جوزيه، كان 2008 بالظبط. تمام. فانت عارف الجيل ده ما شاء الله، الجيل لا ده الذهبي كان بتاع النادي الاهلي تاريخ. ده. ف كان نص الملعب مليان كمان. انا بقول لك يعني في كل مركز ما شاء الله يعني ساعتها كان هم المراكز الاساسيه في منتخب مصر كمان مع كابتن حسن بالظبط شحاته لو فاكر. بالظبط. فبالصدفه كابتن فتحي قال لنا بعد التمرين هيطلع شهاب ومؤمن كابتن فتحي مبروك مبروك. كابتن، كنا كمدير فرقه، قطاع الناشئين، كنت انا خلصت الفرقه ولا كمدير فني للشباب؟ للشباب اللي هم كانوا فرقة الشباب. 87، فانا كنت خلصت سيزون مع فرقتي وطلعت مع 87. انت 89 انا 90، 90. فكنا تمام. خلصنا السيزون فطلعت كملت مع 87. فجينا في يوم قال لي شهاب ومؤمن زكريا ربنا يشفيه ويعفو يا رب عنه، يا رب. وكان معانا مصطفى صلاح، قال لنا هتطلعوا تتمرنوا مع الفريق الاول بكره. مصطفى مين؟ مصطفى صلاح كان بيلعب باك رايت، لعب في فتره في الانتاج الحربي تمام. ولعب في الدوري الممتاز كتير. فبعد كده قلت له يا كابتن هنطلع نعمل ايه؟ احنا هنطلع 3 ايام وهننزل تاني. هننزل. قال لي اطلع ومش عارف ايه. قلت له لا يا كابتن مش هطلع. لا والله كده بالظبط، انا بقول لك الموقف اللي حصل رفضت بالظبط. انك تطلع فيرست تيم. قلت له يا كابتن كده كده ما حدش هيطلع يعني اصلا، يعني كان اصلا متصدر للقطاع تحت، صعب جدا حد يطلع في صح الوقت ده. صح فمشيت مثلا بالظبط من، لو انت حضرت الملعب 4 تحت اللي عارف في عارف مدينة نصر. يا دوب مشيت عن ناحية الباب وطلع راح اوضه اللبس، فرجع قلت له خلاص يا كابتن فتحي انا هطلع. طلعت، كان ساعتها مستر مانويل، طلعت اتمرنت، راح قال لي انت هتكمل معايا. والله والله من أول بالظبط. تمرينة. لا فضلنا فترة، فلما رجعوا اللعيبة قال لي لا انت هتكمل معانا، تمام. هتبقى تنزل تلعب الماتشات بس. كملت معاهم ودخلني ماتش الترسانة بتاع الكلية الحربية الساعة 3، ماتش 3-2 بالظبط انا فاكره، اللي هو ماتش كان كابتن حسام حسن لسه بيلعب في الترسانة صح؟ وكان فلافيو موجود في الأهلي كان جاب فلافيو جون، وكابتن احمد حسن كان وعماد جاب جون متعب ساعتها وأحمد. أيوه الماتش في الدوري اللي هو حصل فيه الماتش الفيصل مع الاسماعيلي في اللي استاد هو في المكسب. 2009. من ساعتها وانا في الفريق الاول. بعد كده رحنا كاس العالم الشباب اللي كان في مصر هنا، أيوه. ورجعت مع، كان ساعتها مستر مانويل مشي وكابتن حسام البدري اللي مسك ساعتها. فمن ساعتها وانا موجود مع الفريق الاول. ربنا كرمني ان انا يعني كنت موجود في وسط جيل زي ده. ده نعمه كبيره من عند طبعا. ربنا. طبعا طبعا يعني، وان الواحد يقدر يحط رجله ويبقى موجود مع اللعيبه الكبيره دي. ان انت تبقى موجود في ظل ان الفرص قليله قوي، ان حد جدا يبقى موجود جدا من قطاع انا بقول لك الناشئين كان ساعتها. اخر حد طالع من قطاع الناشئين كان حسام حسام عاشور. عاشور يعني، بعديها
مفيش مفيش حد، حد صح. كل الاجيال اللي بعديها كلها مشيت، اللي طلعوا اعارات في فرق في الدوري الممتاز على امل انه يرجع، ما كانش فيه فرصه خالص ان حد يطلع نادرا في اللي الاول. طلعوا اعارات ورجعوا، يعني مثلا ابرزهم سعد سمير على ما اتذكر كان لا طلع. سعد كان جيلي، سعد كان جيلي، اه انا بقول لك، بس طلع اعاره سعد الاول، اول ما طلعنا كان راح اعارات بقى، فضل المقاولين راح العرب المقاولين والمصري. وبعد كده المصري وبعد كده رجع النادي، فكان اغلب الجيل بتاعه طلع اعارات. حتى انا اول ما رجعت لا كابتن حسام قال لي انت موجود. موجود. اه ف كان بيقتنع بيك جدا كابتن حسام من كابتن بدري. حسام، وحتى لما مستر مانويل رجع تاني كان جه فتره كده ساعه لو فاكر بعد الثوره ايوه. ومذبحه بورسعيد، قلت له طب انا عايز اطلع طالما انا ما بلعبش، قال لي اه لا، كان بيوافق على الناس كلها الا انا. طب انت، وكان حتى لما كان بيلعبني كان بيلعبني مثلا باك رايت، كان احمد فتحي ساعتها جاله غضروف لعبني باك رايت، اه كان يلعبني ساعات في نص الملعب. فالراجل فما كان مقتنع بامكانياتك. يعني حتى هو اول ما جه اول ماتش ليه كان ساعتها كابتن عبد العزيز عبد الشافي اللي ماسك، كنا بنلعب الزمالك في استاد القاهره 0-0، وبعد كده هو جه اتفرج على الماتش، وهو كان هيمسك بعد الماتش ده على طول، فطلع اتكلم على شاف في المؤتمر، اللعيب ده انا عايزه، اللعيب ده صغير فاكر وانا ماتش 0-0 الزمالك كان لابس فيه شورت اخضر، شورت ميدو اخضر ضيع جونين بالظبط للزمالك. بالظبط. فحتى هو جه اتكلم بعد كده بقى، حصلت بقى الثوره زي ما بقول لك، وبورسعيد واحنا كنا في المنتخب الاولمبي اغلب الوقت يعني. ما كنتوش محظوظين انتوا ان توقيت الثوره مثلا طبعا جه وانتوا كنتوا لسه اثر على بتبتدوا جيل، مشواركوا؟ طبعا اثر على جيل جيل. كامل. يعني انت في وقت انت بدات تحط رجلك، بدات تبقى موجود، بتلعب زي ما بقول لك في وسط اللعيبه دي كلها، يجيلك ثوره في بورسعيد فعطلتك في احجز بورسعيد سنتين صح. ثلاثه ما فيش كوره في مصر، فما كانش في ساعتها بيلعب غير الاهلي والزمالك في افريقيا، ويمكن من فضل ربنا ان احنا خدنا 12 و13 ورا بعض، ما ايوه كانش في كوره اصلا في كان مصر. الاهلي الفرقه الوحيده اللي تلعب كوره في مصر. ما انا بقول لك يعني، انا بقول لك من فضل ربنا ان احنا خدنا البطولتين ورا بعض، فدي من الحاجات بصراحه رغم ان الفترات الجيل ده الكويسه كان فيه مواهب كتير، جدا. يعني على فكره في النادي الاهلي مثلا كان يعني في شهاب، في شكري، كان في عفروتو وكان في عفروتو. وهشام محمد وسعد وتوبه، لا وفي ناس مش معروفه للجميع، مثلا عبد الله عبد العظيم ده كان معاكوا صح؟ عبد الله كان كان لعيب اصغر جامد مننا، جدا انا عبد فاكره. الله وتاحه واحمد نبيل مانجا اه وكان تحى برضو ايمن كان مدافع اشرف، كويس. كل دول كانوا جيل 91 وحسين السيد، فكل يعني دول اخر مثلا جيلين طلع منهم الفريق الاول. بعد كده جه بقى جيل محمد هاني ورمضان صبحي، ايوه طلعوا في 2013 معانا، وكريم بامبو. وكريم بامبو طبعا. فزي ما بقول لك يعني احنا في قطاع الناشئين كنا دايما بنستنى فرص،